اهلا بحضراتكم من جديد. بنقول ان في السنين الاخيره انتشرت حوادث تحرش كتير جدا بالاطفال والمراهقين، وبقى فيه اهتمام كبير ان يبقى فيه وعي من الاهالي علشان نحد من تعرض ولادنا للتحرش. الحقيقه ان الموضوع كبير، وفي اطفال ومراهقين كتير جدا بيتعرضوا للايذاء الجسدي لكن مش بيقولوا، او حتى مش بيبقوا عارفين ان ده ايذاء جسدي اصلا. علشان كده التوعيه واحده من الحاجات اللي بتخلي الطفل او المراهق يعرف ازاي يحمي نفسه من انه يتعرض لحاجه زي دي. وفقرتنا دلوقتي هنتعرف على حمله حمايه، وهي حمله هدفها نشر التوعيه بالتحرش الجسدي بطرق مختلفه زي الرسم او الاغاني وغيرهم من الانشطه المختلفه. وهنعرف كمان ازاي حمله حمايه قدرت انها توعي اكتر من 500,000 طفل على مدار السنين شغلهم في التوعية دي، في التوعية بقضية التحرش. وهناخد كمان روشتة كده من ضيفتنا عن ازاي نحمي ولادنا من التعرض للتحرش. خلونا الأول نرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، الدكتورة إيمان عزت مؤسسة حملة حماية وأول حملة للتوعية بالتحرش الجنسي للأطفال والمراهقين، ومحبة محبة عزيز متطوعة في حملة حماية. أهلا بيكم منورينا. أهلا بيك. أهلا بحضراتكم. مسألة التحرش الجنسي وتوعية الأطفال في سن مبكر عن التحرش الجنسي مسألة مش سهلة قوي بالنسبة لأولياء الأمور. إيه البرامج اللي قدمتوها في الحملة تساعد الأطفال إنهم يحموا نفسهم؟ هي فعلا مسألة مش سهلة وحساسة وبتخوف او بتحرج اهالي كتير. اتكلم ازاي مع ابني او بنتي عن موضوع زي ده؟ ما هماش بس عارفين اللغه المناسبه او الطريقه المثلى هي ان انا اوصل لهم مبدئيا. كلمه جنس لما بتخش في اي حاجه عامه في مجتمعنا عليها تحفظ ومحرجه شويه، حتى لو التربيه الجنسيه اللي هو اصلا مصطلح تربوي مشروع يعني. فلان الموضوع ده حساس للاهالي ومش كل الناس عندها خبره فيه، فاحنا ابتدعنا برنامج توعوي متكامل يعتمد على الموسيقى والاغاني ووسائل ايضاح، ممكن في الحلقه نعرض بعض منها، اقدر اوصل بيها للطفل الحاجات الاساسيه عن جسمه. ابتديتوا ايه؟ الحدود ابتدينا سنه 2012، لكن الحمله بدات تسمع وتتعرف على مستوى الجمهوريه يعني من سنه 2014. بقى لينا صفحه رسميه على الفيسبوك، وبقى في شراكات بيننا وبين وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره القوى العامله والهجره، وعملنا توعيه لابناء العاملين وفي مدارس كتير قوي وفي حضانات كتير. انت وصلتوا تقريبا دكتوره ل 500,000؟ احنا حاليا وصلنا 800 ل 800,000. وهدفنا وعينا 800,000 طفل، وعينا 800,000 طفل في 17 محافظه. يعني مش القاهره والجيزه بس. لا. الحمله دي الاقصر، واحنا الاقصر واسوان وسوهاج والمنيا وبني سويف ناقصنا. ده انتوا يعني على كده بقى في كاست، في تيم كبير شغالين في الحمله. مش كبير لدرجه، احنا حوالي 15 ل 20 متطوع. بس احنا بنسافر يعني اي مكان بيطلبنا بنروح ننشر توعيه، بالذات في القرى والاقاليم والنجوع اللي صعب حد يوصل لها يعني. بيطلبوكوا ازاي؟ يعني عن طريق الصفحه، ولا انتوا بتبقوا مهتمين ان انا هروح مثلا اسيوط، انا هروح الشرقيه؟ انا لا، لازم المكان يطلبنا، لان ما اقدرش من نفسي اقول اروح اسيوط، طب مين هيستضيفني؟ او لو في مبيت او لو في انتقالات او كده. هو المدرسه بتكلمنا او الحضانه او العلاقات الشخصيه. المدرسه هتعرف ان احنا رحنا المنيا والمدرسه تبقى في اسيوط، مدير المدرسه يكلمنا عن طريق الايميل او الفيسبوك بيج ويدعينا. وبتعملوا بقى ده يوم مثلا في ال يعني يوم واحد، ولا بتقعدوا مثلا في على حسب لو الحضانه يعني المدرسه تاخد منكم كام يوم؟ لو مدرسة قسم ابتدائي تاخد يوم واحد، لو ابتدائي واعدادي وثانوي تاخد يومين او ثلاثة. بتعدوا بقى على كل فصل صح؟ لا، بنجمع كل مرحلة عمرية في مسرح او ستيج او بلاي جراوند، ويبقى بس معزول، وبندي ممكن لغاية 100 طفل او 150 طفل في السيشن الواحدة. طب معلش، العدد الكبير ده ازاي توصلي له رسائل ما هياش سهلة زي ما احنا اتفقنا، وتضمني انه فهم الرسالة، ما تبقاش مجرد محاضرة وانا عديت عدد ومشيت؟ هقولك، هي اولا مش محاضره خالص، لان هي مش متلقي وقاعد لا احنا بنخليهم يشتركوا معانا بحاجه اسمها مسرح تفاعلي. بنعمل سكتشات اغلبيتها بكوميدي عشان الطفل الموضوع اصلا حساس يستوعب، فلو حطيته له في شكل سيريس هيخوفه، هيضغط عليه، مش عايزاه يخاف. وده اللي اهالي كتير بيقعوا فيه. ايوه، فبيخافوا جدا، الاطفال بتبقى خايفه جدا. وبشوف اللغه الطفل بيفهمها، دي شهادات الاطفال بيحصلوا عليها بعد انتهاء التدريب،
بس الطفل اكتر حاجه بيحبها ايه؟ تلوين. يعني لو الصور عدت هتلاقوا في اطفال بيلونوا بيتفرجوا على سكتش، بيبصوا على كتاب اسمه هقول لا مش هخاف، كلها لغه الطفل بيحبها. فلما تخليه يلون، لما تخليه لما تساله سؤال والسؤال دوت يفتح مداركه، تعمل ايه لو حد حب ياخد الموبايل بتاعك غصب عنك؟ يقول لا طبعا مش هوافق. طب تعمل ايه لو حد حاول يلمس جسمك غصب عنك كده؟ بنعمل حاجه اسمها مدخل تشويقي، بنعمل حاجه اسمها ارت وورك، بنخلي الطفل يلون لو بنت تلون نفسها، لو ولد يلون ولد زيه، ونحط عبارات معينه. انا جسمي غالي عليا، انا مميز، مش من حق حد يلمس جسمي في المكان الفلاني. بنقول عليها الاماكن الخاصه، مش بنقول اي مصطلح او لفظ ممكن يضايق اي اب او ام. بنقول له جسمك غالي عليك، الله سبحانه وتعالى خلقه على احسن صوره، مش من حق حد يلمسه. فكلام بسيط جدا. دايما حتى مديرين المدارس او المسؤولين والمشرفين الاجتماعيين يبقوا متخوفين شويه، فييجوا يحضروا معانا السيشن او التدريب، يلاقوا ان احنا ما قلناش ولا كلمه ممكن تؤرق الطفل او تخوفه او يبقى في تحفظ او تعليق من الاهالي. طب استاذه محبه، ايه اللي خلى حضرتك بقى تبقي مهتمه بالموضوع ده وعندك رغبه انك تساعديهم؟ انت متطوعه، ايه اللي خلاك تتطوعي يعني؟ وبتعملي ايه يعني؟ بتروحي معاهم الحاجات دي وخدتي تدريبات وعملت ده معاهم ولا ايه؟ اولا انا بحب قوي الاطفال، يعني بحب اعلم الاطفال، انا مدرسه فبحب الاطفال وخصوصا السن الصغير. طبعا لما سمعت عن ان ممكن طفل يتعرض لهذه الاساءه طبعا كنت يعني احب اشارك في اي عمل يعني يساعد في كده. فلما سمعت عن حمله حمايه طبعا ايه كنت متشوقه جدا ان انا ممكن اعمل اي حاجه، في اي حاجه حتى لو بسيطه. فطبعا الدكتور هي ادتني التدريب ازاي اقدر اخد يعني السكشن مثلا، لو في تمثيليه، لو في حاجه بسيطه وانا ليا شويه يعني بسيطه ممكن اضحك الطفل، اعمل له شكل فبيبقى مبسوط، وانا بقدم اللي هي السكتش الصغير للطفل. والاغنيه اتعلمتها برضو وبقيت اقدم معاهم. لو حبوا اسافر، انا كنت يعني عندي وقت شويه فممكن اقدر اسافر. لما تقول لي اسافر، لما تقول في مدرسه اقدر اروح اي وقت، بحاول افرغ نفسي واروح للمكان اللي هم محتاجينه واقدم السيشن. طب بعد ما بتقدموا السيشن للاطفال، اتفضلي، بتشوفي وعي الطفل بيفرق قد ايه في مساله انه حد يأذيه جسديا؟ خلاص هو بيبقى مدرك انه يعرف ازاي يدافع عن نفسه لو تعرض لده، يعرف ازاي يتكلم اصلا عن اللي حصل له. طبعا بشوفها واضحه جدا، لان احنا في حته بنسال الاطفال يا جماعه اروح مع الشخص ده اللي مثلا كذا، فكله بيقول لا يعني بطريقه يعني بثقه، واسالهم تاني وتالت وهم يقولوا لي لا، كانهم بيمنعوني انا يعني، لو بمثل الدور ان انا الطفل اللي ممكن هيروح في مشكله. اوضح بس، هي محبه بتمثل دور الطفل، بتلبس ملابس طفل اللي بيتم اغوائه. فنيجي حته كده وحد متحرش بيحاول يضايقها، فهي مش عارفه تعمل ايه، فتروح سائله الاطفال بعمل ايه؟ فتشركهم معاه، اروح معاهم اروح معاه، يقولوا لا ما تروحيش ده هيلمس. فاحنا بنشوف التفاعل ان تايم في نفس الوقت، فكلنا بيبقى جسمنا بيترعش من كتر ما احنا شايفين الاطفال متفاعل، ما تروحيش معاها ده هيأذيكي. طب انتوا يا اولاد لو حد حاول يعمل معاكم كده هتروح معاه؟ يقولوا لا ليه؟ عشان جسمي بتاعي انا وبس. فاحنا مش بنمشي من السيشن غير لما نخلي الطفل يبقى مدرك الموضوع ده كله، وبننهيها بالاغنيه. فحتى لو ما لقطش حاجه طول السيشن، الاغنيه معروفه قوي لانه لحن مسموع ومحفوظ اجنبي، بس احنا مركبين عليه كلمات. استاذه محبه تغني لنا الاغنيه؟ اغنيها حته منها يعني دلوقتي؟ مش بتغنيها للاطفال؟ طبعا وبالحركات كمان، بس دلوقتي هغنيها كده بس. ايه ماشي اوكي. اوعى تخلي اي حد يلمس هنا، او تخلي اي حد يمسك كده. ليه؟ علشان ده جسمك انت، مش من حق اي حد، مش من حق اي حد يعمل كده. حاضر. اوعى تخلي اي حد يلمس هنا. ليه؟ او تخلي اي حد يمسك كده. عشان ايه؟ علشان ده جسمك انت، مش من حق اي حد، مش من حق اي حد يعمل كده. لو حصل معك كده لازم تقول. اقول لمين؟ روح لبابا وماما بسرعه، اجري على طول. هيعملوا ايه؟ علشان هما يساعدوك، هما يقدروا يحموك، واللي عمل كده ياخد عقاب معقول، لازم يتعاقب. لو حصل معك كده لازم تقول. اقول لمين؟ روح لبابا وماما بسرعه، اجري على طول. حاضر. علشان هما يساعدوك، هما يقدروا يحموك، واللي عمل كده ياخد عقاب معقول، لازم يتعاقب. برافو. حلو قوي استخدام كمان الفن بالظبط مع في الوسائل، الرسائل اللي انتوا عايزين توصلوها بتوصل بسرعه قوي، والطفل بيحفظها
بسرعه جدا. دكتوره ايمان، انا شايف حضرتك داخله ب ارشادات كده او حاجات، صح؟ احنا زي ما قلت لحضرتك بنستخدم الدراما، أيوة. او فن زي ما قلت، او وحضرتك اصلا فنان كوميدي وعارف قد ايه الكوميديا ممكن توصل طبعا المعلومه بطريقه اسرع وابسط لو معموله بشكل كويس، علشان ممكن الرساله لو احنا بنهزر بس دي بقى مع يعني الرساله بتروح اصلا يعني. طب هنعتبر مثلا ان الكاميرا دي في طفل مثلا اهو بيتفرج علينا، وعايزين نشوف حضرتك بالارشادات دي تكلميه يعني توجهيه له بقى. احنا ابتكرناها جديده، بس دي مش في السيشن العام اللي بنديه للاطفال، دي بعد ما بنخلص. ساعات بيبقوا في اهالي حاضرين ويبقى اولادهم اوريدي تعرضوا للايذاء الجنسي، عشان كده بقول لك دي جديده. الجزء اللي قبل كده بيبقى فيه معانا لمسه حلوه ولمسه وحشه، وبنوريها للاطفال ودي بتلمس فين ودي بتلمس لا فين. لا انا عايز اشوف دي. دي باخد الاطفال اللي حصل لهم اعتداءات جنسيه بس في سيشن على جنب، وبخليهم يعبروا عن مشاعرهم. انت لما حصل لك كده او لما الشخص الوحش ده حاول يلمسك حسيت بايه؟ الاطفال بيبقى صعب جدا يعبروا عن مشاعرهم، فبحاول اجيب لهم صور قريبه جدا اللي حصل معاها. فمثلا بنت تقول لي انا كنت حاسه اني مخضوضه جدا مش عارفه اعمل ايه. في ولد تاني يقول لي انا كنت حاسه اني خايف، ودي اكتر مشاعر الطفل بيحسها، لانه المتحرش بيقول له اوعى تقول لحد، عارف لو قلت لمامتك هيقتلوك. وفعلا الاطفال بتصدق للاسف يعني، لانه اطفال صغيرين. فانا بشتغل بقى على مشاعر الخوف ومشاعر القلق دي. في طفل تاني بيبقى حاسس انه متلخبط، ودي يعني حضرتك بتوري له الصور وهو بيختار، وهو يختار ليه بقى متلخبط؟ لان ساعات المتحرش للاسف الشديد يعني يبقى الاب او يبقى العم او يبقى الاخ. فالطفل بيقول لي انا ببقى حاسس اني متلخبط، هو بيحبني فهو ده اللي بيديني مصروف ولا بيأذيني فاطفال كتير قوي بيقولوا لي انا متلخبط. فبحاول اشوف اكتر وش يعبر عن التعبير دوت. ففي اطفال بيختاروا دي انه ما بقاش عارف يوصف مشاعره، فاتس اوكي انك تبقى متلخبط. يعني في بنت تقول لي انا كنت ببقى مكسوفه جدا، لانه طبعا التحرش الجنسي بيبقى فيه تلامس، بيبقى فيه نوع من انواع التعري على حسب الايذاء وصل لدرجه ايه. بتقول لي انا كنت حاسه مكسوفه. وفي بنات بيقول لي عندهم 12 و13 و14 سنه الايذاء حصل لهم من هم عندهم 8 او 9 سنين. فتحس ان في حاجه غلط في جسمها او مكسوفه من جسمها عايزه تداري. ليه؟ لانه المتحرش بيلقي عليها اللوم ان هي السبب. عشان كده بقول لكل بابا وماما انت بتقول في نصيحه نقدمها، انه البنت مش بتبقى السبب ولا لبسها السبب، بدليل انه في اطفال ولاد بيتعرضوا للتحرش. فالولد ده يبقى ايه مغري فيه؟ البنت اللي عندها 8 سنين ايه المغري في جسمها او لبسها عشان اتحرش بيها؟ فما فيش مبرر للتحرش. في بنت تقول لي طبعا انا هقول لك اغلبيه المشاعر اللي اتقالت لنا، انا كنت زعلانه قوي من اللي حصل ده. يعني زعلانه وتفضل عندها حاله، يعني في اطفال بيجي لهم اكتئاب للاطفال بسبب التحرش الجنسي، او يبقى عندها حاله غضب. عندها حالة غضب شديد من اللي حصل معاها، لانها ما عرفتش تتصرف او ما عرفتش تعبر او ما عرفتش تاخد حقها، فبتبقى غضبان صريخ بس. وممكن في اطفال بيجي لهم حاجه زي شك كده تبقى مش قادر يتكلم خالص، فحتى امه او بابا عشان كده بتروح تلومه، طب ما اتكلمتش ليه؟ طب ما صرختش ليه؟ طب ما حضرتك ما علمتهوش وما وعيتهوش انه المفروض يصرخ. التوعيه دي جوه البيوت المفروض شكلها يبقى عامل ازاي؟ المفروض كل اب وام زي ما بيقعدوا كده في الاول ويعملوا ميزانيه او بادجت، الولد هيخش مدرسه هنجيب له كوتشي ماركه الفلانيه والشنطه اللي بالجرار، اقعد ابني دوت هوعيه ازاي جنسيا؟ لان انا محتاجه يبقى فيه تربيه صحيه ومحتاجه يبقى فيه تغذيه سليمه. بتتكلمي على سن كام؟ يعني اكتر سن انت شايفه انه بيفهم ويتفاعل في السن اللي الطفل يبقى داخل فيه مدرسه من اول 4 سنين، 3 سنين، 3 سنين ونص مامته تكلمه بس، مين يدخل معاه الحمام يساعده، لازم اقفل باب الحمام ورايا، جسمي بتاعي انا وبس، الحاجات الاساسيه. لكن داخل المدرسه تعرفه طبعا ان مفيش حد يلمسه هنا، مفيش حد يلمسه هنا، في حاجه اسمها اماكن خاصه، دي يعني بديهيات او اساسيات سهل جدا اي اب وام يعني يخش على صفحه حمايه. احنا عاملين برامج كامله تقول لابنك ايه في السن الفلاني، وتقول لابنك غني مع الاغنيه، اشتري كتاب هقول لا او مش هخاف، يفتح الكتاب ده بيعمل خطوات مع الاطفال كلها بالرسومات، في الاخر الطفل بيلون جوه الكتاب وبيغني، لان احنا عاملين اي يعني زي كيو ار كود يخش بيه على الاغنيه وتغنيها معاه، تبقى على الاقل زي ما بنقول ايه محصنه ابنها او بنتها قبل ما تخش المدرسه. سمعنا عن دادات بتتحرش بالاطفال، سمعنا عن افراد امن بيتحرشوا بالاطفال، فانا يعني بوعي ضد اي حد غريب او حد قريب، جسمك يا حبيبي في المكان ده وفي المكان ده مكان خاص ممنوع اي حد يلمسه. استاذه محبه، طب احنا دلوقتي يعني في الحملات اللي حضراتكم بتعملوها، لقينا مثلا طفل قال لكم انا يعني حد اتحرش بيا، ايه اللي بيتم بقى؟ يعني انتوا بتقولوا له ايه؟ ايه التوعيه اللي بتقولوها له؟ لا خاصه ان انتوا بتبقى هو
يوم واحد الحمله مثلا في المدرسه هي دي اكتر بيلجأوا للدكتور، لان الدكتور طبعا واخده الشهادات معينه خاصه بان هي ازاي توعي او ازاي ضد الاساءات. فيعني هسيب الميكروفون ليها تقول مثلا، ممكن لو في وقت بتقدر ترشده او تقول له اللي هي يعني الحاجات اللي ممكن يعملها. طب قبل ما نروح للدكتور، ده بيبقى محتاج مساعده يعني نوع خاص بس عايز حد بيروح المحبه لحد ما يعدي الفتره دي، محبه عشان محبوبه شويه وبتقدم دور كوميدي فنانه وبتاع، فهي فبيروح يقول لها، بتيجي هي تقول لي في ولد جه قال لي كذا مثلا، فبنروح نتوجه لها يا اما لامه يا اما للمدرسه، واقول لها الولد ده محتاج دعم نفسي، فبتواصل مع الام او المدرسه او الملجا حسب المكان اللي احنا رايحينه، وبعمل معاه جلسه دعم نفسي للتعافي من الاساءات. بس انا اعتقد الموضوع ده ما يخلصش في جلسه، لا لا ده بيبقى ليه تداعيات كبيره جوه الواحد يعني. ونعمل معاه التكنيك اللي انا وريته لحضرتك، وفكره التعافي انه ملهوش ذنب يعني، بتكملوا معاهم اصلا. طبعا، بس لازم يكون على حسب رغبه الاب والام وموافقتهم، لاني ما اقدرش اعمل جلسه مع طفل بدون موافقه الاب والام. طب اولياء الامور بيبقى ردود افعالهم ايه لما بيشوفوا حمله حمايه بتروح توعي ابنائهم؟ سنه 2012 او 2011 اول ما بدات كان ما فيش عندنا الكلام ده، وده كلام عيب، وايه اللي بتعمله دوت، وكانوا مسميني وهتفتحوا عيون ايمان تحرش، وهتفتحوا عينين اولادنا، واحنا ما عندناش الكلام ده في بلد، واحنا بلدنا يعني. لكن مع الوقت وبعد تسليط الاعلام لدور حمله حمايه، وبعض الاطفال اللي تعرضوا في حالات كده يعني، خدتوا بالكم من طفله المعادي، طفله اللي اسمها زينه دي صح. يعني دفعت حياتها ثمن الايذاء الجنسي ده، فالناس بدت لا احنا عايزين الحمله، الموضوع اتقلب 180 درجه يعني، احنا مش ملاحقين على المدارس اللي بتطلبنا عشان نوعي الاطفال في المدارس او اولياء الامور. طب في اي كورس خاص انتوا عاملينه عشان عايزه اجيب بنتي قبل ما نخش المدرسه؟ فموضوع اتقلب يعني، الوعي فعلا زاد. والحملات دي على المدارس الابتدائي بس صح؟ لا، ابتدائي واعدادي. وانهي بقى اللي بيبقى عليها بتشوفوا نماذج اكتر في تعرضوا للموضوع ده؟ للاسف ابتدائي يعني، السن الصغير هم الاطفال اللي بيبقوا يا اما مش فاهمين، يبقى سهل استقطابهم. اعدادي شويه ممكن يبقى، بس طبعا برضه في اعدادي بس انواع ثانيه من الاساءات، تلاقي ولد معاه في الفصل بيحاول يستقطبه او يغويه، شاف مشاهد اباحيه يعني، نوع مختلف من الاساءات. لكن اكتر الحاجات اللي قابلتني من سن 4 سنين ل10 سنين ان اولاد تم يعني ايذائهم جنسيا بسبب ان عدم جهلهم. طيب. او الاهالي كانوا سايبينهم بجهلهم. وليه الامر اللي رجع له ابنه او بنته لا قدر الله بيقولوا انه متعرض لايذاء جنسي، تصرفه المفروض يكون ايه اولا على المستوى النفسي؟ لانه اعتقد احتوائه نفسيا دي اول حاجه المفروض تتعمل. اشكرك السؤال ده، في 5 خطوات احنا كاتبينها في الكتاب وبنقولها لكل الاهالي. اول حاجه بلاش تتخض الخضه قصاد ابنك اللي هو يلا احنا بنعمل يعني بنعمل سكتش انا ومحبه، انه هي البنت اللي جايه تقول لمامتها ومامتها ما تحسسهاش ان هي وضربتها. طب لما صوت واتخض كده يبقى معنى كده ان الطفل هو اللي عمل مصيبه، في حين الطفل هو اللي اتعمل فيه مصيبه. لما اعنفه او اقول له ليه رحت معاه، اكني برضو بلقي عليه اللوم. بقعد شهور اعالج اطفال نفسيا بسبب ان هو حاسس بالخزي او حاسس انه هو اللي عمل مشترك كده. في حين ان انت كأم ما وعيتهوش او سبتيه يكون لوحده في مكان فتم استقطابه. بعد كده اقول للاب والام حسسه ان هو ملهوش ذنب، واقول له انك هتجيب له حقه من الشخص اللي عمل كده، ولازم تجيب له حقه. فلازم يعمل 5 خطوات دول، يحتضنه ويحسسه بالامان، ما يحسسوش ان هو غلطان او ليه ذنب، ويوعده ان الشخص اللي عمل كده لازم ياخد العقاب المناسب. في اهالي بتطنش، في اهالي تقول لك لا انا خايف افضح الولد فما اتكلمش، كل الكلام دوت بيأذي الولد اكتر. هل اولياء الامور يعني كل حد كل رد فعل ليهم على حسب اماكنهم او محافظاتهم؟ يعني في اماكن يبقوا خايفين قوي ان دي فضيحه، ان دي انا هفضح ابني ولا هفضح بنتي، وفي اماكن تانية ممكن التوعيه عندهم اكتر شويه. قصدك ان الوعي بيفرق من الحضر والريف يعني؟ بيفرق طبعا، وبيفرق على حسب مين هو المتحرش. يعني طبعا مثلا في محافظات زي المنيا او القرى مين هو المتحرش؟ مين هو المتحرش يعني لو واحد مثلا في الشارع؟ لا انا هنا عايزه اقف انه كتير ما بنبقاش عارفين نوعيهم بطريقه ما تبقاش غلسه من اهلهم. انا عايزه اوعي الولد من انا يعني لسه ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس انا عايزه اوعيه عموما من عمه من خاله، خلي بالك من عمه. وفي نفس الوقت انا اسف يا دكتوره، وفي نفس الوقت يا هدير بتبقي خايفه ان انت تربي له عقده نفسيه ان هو ما يعرفش يتعامل مع الاخرين. عشان كده بقول له انا ما بقولش اسماء ولا بحدد شخصيات معينه ولا بقولها له بطريقه مرعبه، هي بقول لك بطريقه سكتش وتدريب. ما ينفعش اي حد، نحط اي حد دي بين قوسين، فبنحط المعلومه بشكل عام. الحد ده بقى طلع عمه ما ينفعش، طلع خاله ما ينفعش،
لكن ما اقدرش اخوفه. افرض خاله راجل كويس ومحترم وكل حاجه، انا بقوله اي حد يكسر الاماكن الشخصيه بتاعتك ويحاول يلمس بايده هنا او يخليك تتعرف المنطقه دي، ده كده غلط. ولازم تجري وتقول لا خمس خطوات، اقول للاطفال ارفض ارفض واجري وصرخ وصرخ وقاوم لو يقدر يقاوم، وروح قول لباباه وماما ايا كان بقى مين الشخص ده، لان لو حددتها هروش الولد صح. لكن طبعا. لو قلت له انت جسمك ماشي العب كوره مع حد فرجليه بتلمس مع بعض، نقعد نهزر ونزغزغ بعض فايديه بتلمس، بس في اماكن معينه دي ما فيهاش هزار ما فيهاش لعب، وما ينفعش حد ياخدك في حته لوحده سواء في تواليت او في مكان لوحديكوا. ايه اللي هيخلي عم او خال ياخد طفل لوحده في مكان ضلمه او في تواليت او حاجه؟ فالطفل صراحة بيفهم، والاهالي بداوا يبقوا بالوعي الكافي انه حبيبي لو حصل معاك اي حاجه تيجي تقول لي. ومن قبليها بقى ما بنروحش مع حد، انا بعلم احنا عاملين فكره تدريبات للاهالي، ما نروحش مع حد، الاهالي يقول للاطفال كده ما نروحش مع حد لوحدينا، ما نروحش حتى مع حد احنا نعرفه الا لما استاذن بابا وماما في التليفون. لا موضوع السوشيال ميديا برضو نبه وخلى فيه خوف وخلى فيه ان لا انا عايز يعني اعرف ان في طفله عندها 6 سنين حصلها ايذاء جنسي، فبقى سهل عليا لما كنت اقول لهم زمان صح. في اطفال عندهم 6 سنين بيتعرضوا للتحرش ما كانش حد بيصدق. 6 سنين معقوله يا دكتوره؟ ودي لكن لما الاعلام سلط الضوء على حالات زي دي صح. فتح لي الطريقه، وده يمكن الجانب الايجابي عشان في حاجات تاني زي الايذاء الجنسي عن طريق السوشيال ميديا والابتزاز الالكتروني، دي صحيح. من ضمن سلبيات السوشيال ميديا الردع في القضايا اللي شبه دي برضو فرق كتير انها ما تتكررش بوتيره طبعا مباحث المتسارعه صحيح. يعني مديها لكل وبقولها برضو للاهالي وبقول لهم الارقام، انه لو بنتك او ابنك بيتعرضوا لابتزاز الكتروني او تم اغوائها عن طريق السوشيال ميديا، تقدر على طول حتى لو البنت تجاوبت صحيح صحيح تقدر ترجع. دي نقطه مهمه جدا جدا، لكن برضو. الدوله يعني هترجع لها حقها من هذا، وبيوصلوا للاكونت وبيبدوا على النت. وشفنا نماذج زي دي كتير. طبعا نشكركم شكرا جزيلا دكتوره ايمان عزت مؤسسه حمله حمايه، وايضا محبه عزيز شكرا جزيلا لوجودكم معانا النهارده، نورتونا وشرفتونا. نورتونا وشرفتونا وفي تقدم دايما، ربنا يوفقكم. وميرسي ليكم لتسليط الضوء على قضيه مهمه زي توعيه الاطفال ضد التحرش. طبعا بكل طبعًا. تاكيد لانها قضيه هامه جدا. نشكركم شكرا جزيلا. ربنا يا رب يحمي مصر ويحمي المجتمع ويحمي اولادنا يا رب. بكل تاكيد. احنا يعني نتمنى تكونوا استفدتوا من الفقره دي، واعتقد انه احنا دايما بنقول انه الوعي هو كلمه سر لعبور ازمات كتير بنعدي بيها في بلدنا، فعلشان كده نحن نشتغل على وعينا جميعا شيء مهم جدا. دايما نشوفكم على ألف خير. كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير.